اخوان مثل ما تعرفون احنا عندنا رواتب العقود اللي هي بصراحه سببت لنا قلق كبير من تاريخ تعيينهم ولحد الان. حاولنا عده مرات ونجحنا ان شاء الله بايجاد حل لهذه المعضله. اول مشكله عانيناها هي مشكله صرف رواتبهم من الجبايه المركزيه. استحصلنا قرار مجلس الوزراء رقم 59 اعتقد بصرف رواتبهم من الجبايه المركزيه للدوائر الحكوميه المموله مركزيا اللي هي عن طريق وزاره الماليه. وزاره الماليه سنويا ما تخصص لنا كامل المبلغ اللي احنا خلينا نقول شلون المواطن انا اطلبه فلوس، اذا انا اطلب دوائر الدوله هم نفس الحاله. وزاره الماليه ما قاعد تخصص لي كامل المبلغ. فمساعدة وزارة المالية حاليا إن شاء الله، وزارة المالية أعتقد تعاونت ويانا بشكل كبير السنة فيما يخص، فقلنا ندفع بالضبط. فالسنة بدنا نخصص مبلغ أعتقد هو المبلغ أغلى من هذا اللي راح أذكره، إحنا طلبنا هسه 905 مليار دولار عن مبالغ هذه الطاقة المستهلكة من قبل دوائر الدولة. فمشكورة وزارة المالية يعني تعاونت ويانا وخصصت لنا مبلغ 905 مليار اللي هو تقريبا يغطي رواتب العقود والأجور على مدار السنة. عانينا مشكلة ثانية لازم نحولهم من الاستثمارية إلى من الخطة الاستثمارية إلى التشغيلية. استحصلنا قرار رقم 100 حولناهم من الخطة الاستثمارية إلى التشغيلية. وكلكم تعرفون أن الخطة الاستثمارية يعني يكون رواتبهم لفترة مؤقتة لحين انتهاء المشاريع. فمن استحصلنا هذا القرار بتحويلهم من الخطة الاستثمارية إلى التشغيلية راح تكون رواتبهم مستمرة طيلة فترة تعاقدهم ويانا. بدينا مع وزارة المالية من كانون بداية السنة إلى غاية الشهر الثامن. وزارة المالية من صارت المشكلة مال الرواتب العقود بدينا وياهم مراسلات، قلنا لهم نريد تضمنونا رواتب العقود لحد 30/6 وما مستحق من 2019 بحدود 356 مليار. طلبنا هذه تتضمن على اجور الجبايه المركزي. فصار كتاب من وزاره الماليه الى السيد الامين العام انه ضمنونا موازنه 20 اجور الجبايه المركزي من 549 اللي تعدل بعدين الى 905 اللي دخلت بيها كل رواتب العقود. فالان بمقترح الموازنة اللي معروض على مجلس النواب الموقر بفقرة اسمها جور كهرباء الجباية المركزي مبلغها 905 اللي تتضمن أيضا أجور العقود بالكامل. أجور الكهرباء اللي هي سوت لنا 126 مليار دفعناها إلى وزارة المالية، تابعناها بشكل مكثف وتحولت المبالغ الآن إلى وزارتنا، ويفترض إن شاء الله يوم غد تصدر صكوك من الدائرة الإدارية والمالية لغرض صرفها بقرار هيئة رأي إلى شركاتنا العامة. اللي أريد أقول آخر شيء إنه لازلنا إحنا كوزارة كهرباء نستلم أجور الكهرباء المركزي بنسبة 1 على 12، كانت 30 بعدين صارت 45 و750 مليون. وأيضا هذا المبلغ أي شيء راح يجينا من يما نسد رواتب الملاك المتمم الراتب، والباقي أيضا نحاول نغطي بها الأجور العقود والأجور إلى أن تقر الموازنة. بمجرد ما تقر الموازنة راح نسحب المبلغ بالكامل من وزارة المالية ونسدد.